رحيم، اليوم كانت عندنا واحد الحصه في دار الشباب في سعود يوليوز مع جمعيه البدائل، المعهد اللغه الامازيغيه الثقافيه. كانت عندنا واحد الحصه تعلمنا فيها الحروف الامازيغيه والارقام، وتعلمنا كشي كلمة بعض الكلمات. وكنشكروا جمعيه البدائل اللي قامت بهذه المبادره هذه، اللي عطتنا فرصه اننا نتعلموا اللغه الامازيغيه اللي هي قللت عندنا بزاف، ما بقاوش كيداولوها بزاف الناس. وكنشكرهم بزاف على هذه المبادره هذه اللي تحتنا هذه الفرصه باش نتعلموا اللغه الامازيغيه. وكنشكر المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه اللي تاح هذه الفرصه للجمعيات باش يعلموا اللغه الامازيغيه في جميع المدارس وفي دور الشباب وهذا. وكنتمنى المزيد الاخ ابراهيم البلبار اللي صراحه سيد في المستوى، وكنشكره بزاف لنا تاح لي هذه الفرصه باش نحضر معاه في سميتو صراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا جينا باش اننا نستافدوا من واحد الدروس اللي هي دروس الامازيغيه اللي هاد الورش كيتنظموا جمعيه البدائل للتربيه والتنميه الاجتماعيه وبشراكه مع المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه. فهذا يوم جميل اننا تيحضروا شباب مدينه تفلس باش يتعرفوا على الثقافه الام ديالهم اللي هي الثقافه الامازيغيه واللغه الامازيغيه. فاحنا كنشكروا جمعيه البدائل على هذه المبادره اللي كانت مبادره جميله باش ان نتجمعوا كشباب اليوم في دار الشباب سعود يوليوز. ومن هذا المنبر اصلا كنشكروا الجريده الالكترونيه تيفلت بريس اللي هي دائما كتابع هذه الاحداث اللي ما غاديش نقولوا بانها جديده علينا، ولكن اللي هي تربينا فيها. فالامازيغيه فهي ثقافه الام ودائما كتبقى ثقافه الام. فكنتمناو ان ان شاء الله جميع الجمعيات وجميع النوادي وجميع المنظمات انهم يشتغلوا على تعلم اللغه الامازيغيه والثقافه الامازيغيه باش ان جميع الشباب وجميع الاطفال في المدارس او في القرى ولا في المدينه انهم يستافدوا من هذه الورشات اللي هي مفيده. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هشام الحاج البطل السابق. كنشكر المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه وجمعيه بدائل للثقافه الامازيغيه اللي تحت لنا الفرصه هذه باش نتعلموا اللغه الامازيغيه. والحمد لله تعلمنا بعض الحروف وبعض الكلمات بعد الشهور. وكنشكروا جمعيه بدائل اللي قامت بهذه المبادره هذه. وشكرا.